العشرة السابعة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، حل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بدولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية تدوم يومين، حيث كان في استقباله بالمطار الأميري لدولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وكبار المسؤولين الساميين في دولة الكويت، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل السعود الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. مدير مجلس سمو ولي العهد سفير دولة المصري رئيس الوكالة العامة للقوات المسلحة وكيل وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية وكيل الحرس الوطني وكيل الإدارة العامة المسكنين بعد الاستماع إلى النشيد الوطني للبلدين، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أجريا مباحثات ومحادثات ثنائية أولية حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.
السيد رئيس الجمهورية وفي مستهل زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة التقى ممثلين عن أفراد جاليتنا الوطنية بالكويت، حيث استمع مطولا إلى انشغالاتهم، مؤكدا على حرصه الكبير في منح الجالية الوطنية بالخارج كل التسهيلات اللازمة والكفيلة بتمكينهم من المساهمة في بناء الجزائر وإنعاش الاقتصاد الوطني مع المساهمة في التنمية الوطنية من خلال التكيف مع المقاربة الجديدة القائمة على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. رئيس الجمهورية أكد على جهود الدولة في ترقية الاستثمار وإشراك أبناء الجالية في التنمية الاقتصادية الوطنية. بالنسبة للاستثمار بالطبع، يعني الاستثمار احنا نشرح قبيلة قيمة الاستثمار، عندنا الاستثمار الوطني ولا الاستثمار على الأشقاء ولا الاستثمار على الأجانب كذلك. احنا مرحبا بهم، فيه قوانين لما يجي مثلا جزائري يستثمر في بلد ثاني الكويت في قوانين لازم يحترمها. احنا هذاك واش طالبين فقط، يعني باش ما تكونش الامور بغموض ولا امور كذا، تكون امور تعوض ويربح ويحول الارباح نتاعو والله يسهل عليه، مضمون ومحمي من الدوله الجزائريه. احنا على وشك ربما من على شهر ولا نخرج القانون الجديد نتاع الاستثمار، تكون فيها الملاحظات اللي قلتها ان شاء الله نراعي فيها الاستثمار تاع الشقيق والصديق والخاص والدولي، يعني تاع دولة الكويت ولا تاع الخواص الأشقاء الكويتيين. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر الجديدة هي جزائر بذهنيات وسلوكات جديدة منفتحة على كل المستثمرين من الأشقاء. احنا لما قلت جزائر جديدة مش معناه رئيس جديد ولا وزير جديد ولا تصرفات جديدة. جزائر جديدة يعني جزائر ما هيش معقدة ولا واحد يعقدها، ما هي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشقيق يجي يعيش معنا ويجي يخدم ويشتغل ويدي. خلاص احنا الإطارات اللي موجودة اليوم إطارات كلها نزيهة، لا غبار عليها، لا شكوك فيها، ويعملون من أجل الوطن والوطن وحده فقط. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعقب لقائه مع ممثلي الجالية الوطنية المقيمة بالكويت الشقيقة تبادل الطرف الحديث مع عدد من أفراد الجالية، حيث استمع مطولا إلى انشغالاتهم حول العديد من المسائل التي تهم الجالية والوطن الأم. أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالكويت أشادوا بالاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس للجالية، متمنين لقاءهم مع السيد الرئيس. بدنا نشكر سيادة الرئيس ومعالي الوزراء في زيارتهم اليوم الكويت، واعطينا الفرصة انه يسمع انشغالات الجالية الجزائرية المتواجدة هون بالكويت، واحنا متفائلين خير ان شاء الله في كل المقترحات وفي هذا اللقاء ان شاء الله. كالعادة الرئيس شفنا أنه كان لقاء صريح شفاف، أعطانا الفرصة أنه حكينا معاه وسألنا أسئلة بكل عفوية، ومرتاحين جدا لهذا اللقاء ونشكره كثير على هذا المبادرة وعلى الزيارة. لقاءنا مع رئيس عبد المجيد تبون كان مثمر رائع، أحسسنا بالقرب منه، طرح علينا عدة نقاط في الجزائر وماذا بينا نخدم علشان بلادنا نحن المغتربين في وطننا الثاني الكويت، وإن شاء الله تكون بداية خير من المغتربين في الكويت. وعلى هامش مشاركته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي. الرئيسان تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال عمامرة والسفير الجزائري بقطر مصطفى بطورة.
وعلى هامش مشاركته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا. وخلال اللقاء أكد بيبا أن الجزائر كانت دائما سندا لليبيا يعتمد عليها الشعب الليبي في الحفاظ على استقراره وأمنه. وعقب اللقاء أدلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتصريح التالي. طبعا أول حاجة نشكر السيد الرئيس على استقباله في هذه اليوم وفي مدينة الدوحة في قطر. دائما استقبالات ترحاب وأخوة، احنا مناش بعاد على بعضنا واحنا أخوة، ولقاء الأخوة دائما فيه نوع من الحميمية والنصيحة. الجزائر الدولة السند، الدولة الجارة التي بعد الله سبحانه وتعالى يعتمد عليها الشعب الليبي في دعمها لاستقرارها ودعمها في تقدم الرقي إن شاء الله. أتمنى للجزائر دائما تكون قوية وشامخة حتى تكون سند قوي لليبيا إن شاء الله. هذا وتوجت أشغال القمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة ببيان ختامي ضم 12 نقطة أهمها تنمية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة متوفر ومتاح ونظيف ويعتمد عليه كوقود اختياري للوفاء بالالتزامات العالمية من احتياجات الطاقة، تعزيز الأسس البيئية للغاز الطبيعي، تحسين ظروف التجارة العالمية للغاز وفقا لأفضل وأكفأ الممارسات، دعم الدور الرئيسي لعقود الغاز طويلة المدى، تعزيز مكانة المنتدى من خلال زيادة الرؤية العالمية وكمنصة رائدة للدول الأعضاء في دعم التعاون والتنسيق بينها. كما رحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح الجزائر باستضافة القمة السابعة للمنتدى العام المقبل. أحيت الجزائر أمس الذكرى الثانية لليوم الوطني لتلاحم الجيش مع شعبه، ذكرى تعد ثمرة من ثمار الحراك الأصيل والمبارك والذي جسد حقيقة شعار جيش شعب خاوة خاوة. كانت إحدى صور التلاحم والتعاضد الكبير والذي أبان عنها أبناء الوطن من أفراد الجيش الوطني الشعبي تجاه وطنهم وشعبهم، كيف لا وسليل جيش التحرير الوطني يحمل في قلبه عقيدة إنسانية راسخة فكان حاضرا في كل الظروف. دلال بطبا. لاباس رباغن يحفظهم، الله يقدرهم ولا يعطيهم الصحة إن شاء الله، والله يحفظهم إن شاء الله. الشيء الذي يجعلنا نقوم بهذا العمل هو حب الوطن وحب هذا الشعب. يتعدون حدود الجغرافيا حين يتعلق الأمر بمصلحة شعب هم من صلبه. تلك الرابطة القوية والخاصة بين جيش وأمته تجعله دائما في الخطوط الأولى للمواجهة والمجابهة. جسور جوية عابرة للقارات شكلتها القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي وهي تجلب لقاح كورونا من الصين وروسيا في أوقات قياسية وفي ظرف أعلنت فيه حرب الكمامات داخل كبريات الاقتصادات العالمية وصلت إلى حد اعتراض مسارات الطائرات. فخر الانتماء وشرف الخدمة غلبهم على ساعات وليال لم يتوقف فيها مدرج القاعدة الجوية لبوفاريك عن الحركة. التعب والعياء يروح يهون والشعب يبقى، هذه أمانة خلونا الشهداء، تحيا الجزائر.
وفي وقت عصفت فيه الأزمة الصحية العالمية حتى بأخلاقيات التضامن، ازداد ذلك التلاحم بين الجزائريين وجيشهم الذي لم تتوقف مهمته عند جلب اللقاح والمعدات الطبية، بل إلى إيصالها إلى كل المواطنين وفي كل شبر من أرض بلد بحدود لا تنتهي. فتخطت الإنسانية حدود تأمين الحدود. رفقاء المحن ينتصرون دائما بسلاح الوحدة والتلاحم، عقيدة أخمدت بيد واحدة فتيل الفتنة قبل نيرانها في كل مرة يحاول فيها المساس بأمن وطمأنينة هذا البلد الحبيب. أسرع أسرع أسرع، سنتحق بالمجموعة. العائلة هذه في بوها كان فيها زوج مريضة، هزوها وروح. ويلا مرأة كبيرة هزوها وروح واسرع أسرع. هاي مرأة بيهزو فيها، أسرع أسرع. عاوننا مع الشعب ومع الجيش سورتو، قسم بالله غير عاوننا بزاف بزاف بزاف، حتى 14 صباح مازالوا معنا. الجيش تاع الشعب هذه ما كاش فيها نقاش. علاقة مقدسة بين الجيش وأمته تبقى شوكة في حلق المتربصين، أياد خضراء ممدودة تنبت الخير في النفوس قبل الأرض، قوتها في فخر واعتزاز شعبها بجيشه. وري أثر أمس بقصر الشلالة بتيار جثمان والمجاهد والوزير الأسبق بوديسا صافي المدعو أحمد الماريكاني والذي وفته المنية عن عمر ناهز 93 عاما، وانخرط المجاهد مبكرا كمناضل في الحركة الوطنية بناحية البليدة عام 1949، حيث كان مسؤولا بالكشافة الإسلامية الجزائرية، وحكم عليه 3 مرات بتهمة أعمال معادية لفرنسا. كان وراء تنظيم عملية فرار أحمد بن بلة وأحمد محساس من سجن البليدة سنة 1952 عند اندلاع أزمة الحزب. الفقيد لعب دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع ولم الشمل. انخرط المجاهد والراحل مباشرة خلال اندلاع الثورة التحريرية المضفرة، حيث كلف بتجنيد أكبر عدد من المهاجرين لا سيما الشباب في صفوف الثورة، خاصة أنه كان من الأعضاء المؤسسين لاتحاد العمال الجزائريين. وبعد الاستقلال واصل الفقيد نشاطه في مرحلة إعادة البناء والتشييد، ليتم تعيينه سنة 1964 وزيرا للعمل. وأمام هذا المصابي الجلال تقدم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحافظ علاهم باسم رئاسة الجمهورية بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما تقدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بتعازيه الخالصة إلى أسرة الفقيد المجاهد والوزير الأسبق صافي بوديسا، مستحضرا مسيرته النضالية الثرية وإخلاصه في خدمة الوطن المفدى، مناضلا ومجاهدا وإطارا كفؤا، سائلا المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. وأمام هذا المصابي الجلال تقدم أيضا وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا، تقدم إلى كل أفراد عائلة الفقيد وإلى رفقائه المجاهدين بتعازيه القلبية الخالصة والمشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة، إن لله وإنا إليه راجعون.
دوليا، وفي جديد الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب له من البيت الأبيض أن اعتراف روسيا باستقلالية الانفصاليين شرق أوكرانيا هو بداية غزو للبلاد، مؤكدا أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على موسكو ستذهب أبعد بكثير من الإجراءات السابقة. وهو القرار الذي اتخذه أيضا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين خلال اجتماعهم الطارئ أمس بباريس، لكن بايدن أكد بالمقابل أن الوقت ما زال متاحا أمام الدبلوماسية لتجنب السيناريو الأسوأ في أوكرانيا. من جهته أكد الكريملين أن موسكو أيضا ستظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية وأنها لا ترغب في قطع علاقتها مع أوكرانيا. وفي تبعات الأزمة الأوكرانية على أسواق النفط العالمية، توقع بانك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش أن سعر خام القياس العالمي مزيج برانت قد يرتفع ما بين 5 دولارات إلى 20 دولارا توازيا وشدة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد سجلت أسعار النفط خلال ساعات الأخيرة أعلى مستوى لها منذ سنة 2014 مع وصول العقود الآجلة لخام برانت إلى 99.50 دولار للبرميل، ويتوقع البنك أن يتجه برانت إلى 120 دولار للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، مع توقعات بأن يزيد الطلب بمقدار 3.6 مليون دولار للبرميل يوميا ليتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا. ونختم بالفن. بدار الأوبرا بوعلام بالسايح بالجزائر العاصمة انطلقت أول أمس فعاليات الطبعة الثالثة لجائزة الشيخ عبد الكريم دالي لاختيار أفضل صوت غنائي أندلسي، وهي فعالية تدوم حتى 25 من هذا الشهر. هشام بوميدة حضر عن التلفزيون. اختيار أفضل صوت غنائي أندلسي هو ما سيكون في ختام ثالث طبعات جائزة الشيخ عبد الكريم دالي في الذكرى 44 لوفاته. احنا كل العامين ننظموها، وهذه المرة الحالة الحاجة اللي تتميز بها انها ما على غرار هذا الوباء ما خلاتش المترشحين ما يكونوش معنا، وين عطات لهم حافز كبير، وين من 30 مترشح لجنة التحكيم خيرت 7 متسابقين من اصل 30 شاركوا في التصفيات يتسابقون من أجل لقب أفضل صوت غنائي أندلسي، منها 3 أصوات نسوية و4 رجالية. نقدم إن شاء الله للجمهور نوبة في طبع المزموم، لكن بعد هاد الحفل تاع اليوم فيه الكونكور اللي رايح يجوز يوم 22 23 و 24 فبراير في قاعة في البالي لا كولتور. أنا من مدرسة تلمسان، واليوم جيت نغني المدرسة العاصمية، يعني سي نوفو بور موا دو شانتي النوبة العاصمية. والميساج اللي حبيت نقوله سي كو يا با دو فرونتيير بين المدارس الثلاث. الموسيقى الاندلسيه نقدم نوبه راست ان شاء الله، ونقول للجمهور مرحبا به، باسكو الفنان نقولها ونعاود، بلا جمهور ما يوقفش، ولكن بالجمهور وقف والحمد لله. الافتتاح كان بدار اوبرا الجزائر، اما بقيه الفعاليات فسيحتضنها فضاء قصر الثقافه مفدي زكريا بالعاصمه. وبالطرب الأندلسي الأصيل نختم النشرة. لنا لقاء معكم عند 9 في موجز لأهم الأخبار، في أمان الله.